الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة الأكارم، وعدتكم في الدرس الماضي أن يكون الموضوع في هذا الدرس حول التوكل لورود هذه الآية الكريمة التي فيها أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فأي أمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو في الوقت نفسه موجه إلى كل مؤمن. فأنت أيها المؤمن أمام نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة يأمرك بالتوكل. ما هو التوكل؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحدث عن التوكل في آيات كثيرة، من أبرز هذه الآيات: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه آية صريحة، المؤمنون يجب أن يتوكلوا على الله. إذا فهمنا من قول الله عز وجل في سورة الشعراء وتوكل على العزيز الرحيم على أنها موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأي أمر يقتضي الوجوب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو بالتبعية موجه إلى المؤمنين، ففي هذه الآية نص صريح تؤكد أن على كل مؤمن أن يتوكل على الله. المؤمن، الإيمان كما يعرفه بعض العلماء، إقرار باللسان وعمل بالأركان واعتقاد في القلب، في جانب داخلي وجانب كلامي وجانب سلوكي. يبدو أن الناس قد يعلقون أهمية كبرى على الجانب السلوكي، وقد يغفلون ما يجب أن يكون في نفس المؤمن من أحوال. من لوازم المؤمن أنه متوكل، والتوكل سعادة. من لوازم المؤمن أنه مستسلم، أنه راضي، أنه مفوض. فلذلك إن لم نعرف دقائق هذه المشاعر وكيف الحصول عليها وما السبيل إليها، فنحن لا تتوافر فينا صفة الإيمان. الإيمان مجموعة من الحقائق التي يجب أن تعتقد بها، ومجموعة من الأحوال التي يجب أن تشعر بها، ومجموعة من الأقوال التي يجب أن تنطق بها، ومجموعة من الأعمال التي يجب أن تفعلها. التوكل حالة نفسية تلازم المؤمن. فما التوكل؟ قبل كل شيء نحن إما بالتبعية لقول الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم، أو بالأصالة مأمورون بالتوكل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه اللام لام الأمر، إذا اقترنت بالفعل المضارع تجعله في المعنى فعل أمر. في عنا فعل أكتب فعل أمر، في عنا فعل ماضي كتبه، في مضارع يكتب،
لو جاءت لام الأمر مع الفعل المضارع يصبح هذا الفعل في المعنى فعل أمر، وليكتب وليملل الذي عليه الحق، حيثما اقترنت لام الأمر بالفعل المضارع جعلته في المعنى فعل أمر، وحيثما اقترنت لم بالفعل المضارع جعلته في المعنى فعلا ماضيا، لم يجتهد، لم ينجح، لم يفعل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وحيثما اقترنت لن بالفعل المضارع جعلته للمستقبل، لم مع المضارع تجعله للماضي، ولن مع المضارع تجعله للمستقبل، واللام لام الأمر مع المضارع تجعله في المعنى فعل أمر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بل إن التوكل شرط لازم غير كاف للإيمان، والدليل قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تتوكلوا فلستم بمؤمنين. كأن التوكل يفرز الناس إلى قسمين، إلى قسم مؤمن إيمانا حقيقيا، وإلى قسم آخر إيمانه شكلي لا يقدم ولا يؤخر. فالذي لا يتوكل على الله ليس مؤمنا به ولا يعرفه أساسا. من علامة أنك تعرف الله وأنك مؤمن به أنك تتوكل عليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تكونوا مؤمنين فلن تتوكلوا، فإن لم تتوكلوا لن تكونوا مؤمنين. هناك علاقة ترابطية بين الإيمان والتوكل، إذا توكلت فأنت مؤمن، وإذا آمنت فأنت متوكل. إذا توكلت فأنت مؤمن قطعا. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يعطينا مقاييس، مثلا يقول: برئ من الشح من أدى زكاة ماله، مقياس، هذا مقياس دقيق. برئ من الكبر من حمل حاجته بيده. برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وهذا مقياس. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنت مؤمنا فلا بد من أن تتوكل على الله. وما أكثر الهموم، وما أكثر أشباح المصائب، وما أكثر المقلقات في الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى هكذا جعل الدنيا مشحونة بالمقلقات بالمخاوف، من أجل أن تلتجئ إليه. ما هذه المشكلات وما تلك المخاوف وما هذه أشباح المصائب إلا من أجل أن تندفع إلى بابه، وأن تقف على بابه، وأن تمرغ جبهتك في أعتابه. هذه حكمة المصائب، من أجل أن تندفع إلى الله عز وجل. إذن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنت مؤمنا فتوكل على الله، إن كنت متوكلا على الله فأنت مؤمن. هناك علاقة ترابطية بين الإيمان والتوكل. شيء آخر: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه. أحيانا توكل أخ لحل قضية، قد تفاجأ أن هذا الأخ الذي وكلته بهذه القضية ليس في المستوى المطلوب، دون المستوى المطلوب، خسرت هذا الموضوع. قد تضع ثقتك بإنسان، فإذا هذا الإنسان ليس في المستوى المطلوب، لا إخلاصا ولا علما ولا قدرة، قد ينقصه الإخلاص لك فيهمل هذا التكليف. قد يكون مخلصا لك ولكن ينقصه العلم الغزير فيخفق مسعاه، وقد يكون مخلصا لك ويتمتع بعلم غزير ولكن قدرته محدودة على حل هذه المشكلة. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله سبحانه وتعالى خلق العباد ليرحمهم، فهو الذي يحبهم، وهو الذي خلقهم ليسعدهم، وما رحمة العباد فيما بينهم إلا جزء يسير يسير من رحمة المولى القدير. فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة يعني برحمة جزئية، هذا تنكير
التقليل، فبما رحمة من الله لنت لهم. والشيء الثابت أن أرحم الخلق بالخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام. أرحم الخلق بالخلق، أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بالابن من أمه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل هذه الرحمة التي يمتلئ بها قلب النبي عليه الصلاة والسلام جزء يسير 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 من رحمة الله عز وجل، والدليل قول الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة. هذه الألف واللام تفيد الاستغراق، يعني الرحمة كلها عند الله عز وجل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطائف وقد وصلها مشيا على قدميه هو وغلامه زيد، وقد رد أهلها عليه ردا قبيحا، ردا غليظا، ردا كافرا، ردا مجافيا، كذبوه وسخروا منه وأغروا به صبيانهم وألجأوه إلى حائط، وجاءه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجهبلين. ماذا فعل النبي؟ يعني الواحد من الناس إن مسسته بسوء يتمنى أن يمزقك إربا إربا، إن مسسته بسوء، إن مسست مكانته، إن مسست سمعته، إن مسست ماله، إن مسست حاجاته. هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليهديهم، فكان هذا ردهم. قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذه رحمته، فبما رحمة من الله لنت لهم. أما الله سبحانه وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، الرحمة كلها عنده. إذن ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يحبنا، رحيم بنا، علمه لا حدود له. أيام تعطي هذه الآلة لإنسان تتوهم أن فيه العلم الكافي لإصلاحها، فإذا هو يفسدها يخيب ظنك، توكلت عليه فأفسد لك الآلة. إذن علمه ليس في المستوى المطلوب، علم الله عز وجل، والله بكل شيء عليم. وأحيانا تضع هذه الحاجة في رقبة زيد، وزيد يحبك مخلص لك، وزيد علمه غزير ولكن قدرته محدودة، يقول لك: يا أخي، هذه ليست في طاقتي، هي تحتاج إلى توقيع من فلان وفلان لا يوقعه، حاولت وصلت إليه فرفض، توسطت له فرفض. إذن أما ربنا عز وجل كل شيء بين أصبعيه، القلوب بين أصبعيه كما قال عليه الصلاة والسلام: كن فيكون، زل فيزول. إذن محبته وعلمه وقدرته، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قالوا: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. يعني أنت مجند في سكنة، في لك عريف صاحبك، العريف بيقدر يتغاضى عنك إذا غبت، تنتهي هون مسؤوليته، لكن في قضية تحتاج إلى أعلى من عريف. لك ملازم صاحبك كمان سلطته أوسع بس محدودة. فما قولك إذا كان قائد الجيش من طرفك؟ أي شيء يعثر عليه في الأنظمة النافذة؟ يعني كلما كان الذي توكلت عليه عظيما كلما أورثك أمنا واطمئنانا، كلما رفعت المستوى توسعت في الراحة. فلذلك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في آية أخرى تفيد المعنى نفسه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يكفيك أن الله عز وجل إذا توكلت عليه لا يخيب ظنك. لذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي
فليظن بي ما شاء. ولا تقل هذا شيء صعب، وإذا مرضت فهو يشفين. الأشياء التي تبدو لك مستحيلة، هذه مستحيلة بحكم العادة، ولكنها على الله ليست مستحيلة. والأطباء اسألهم جميعا، ماذا عندكم من حالات تم فيها الشفاء بعد أن كان الشفاء أمرا ميؤوسا منه؟ يقولون لك هناك آلاف الحالات. يا أيها الأطباء، ماذا تسمون هذه الحالات؟ قال الشفاء الذاتي، مرض ميؤوس منه، ومع ذلك إذا تدخلت قدرة الله عز وجل أصبح السقيم صحيحا، والفقير غنيا، والطريد آمنا. لكن الله عز وجل إياك أن تتوكل عليه في باطل. يا محمد، هكذا قال بعض من حول النبي، مثل بهم، هؤلاء كفار قريش الذين أخرجوك وعذبوا أصحابك وقاتلوك وكادوا لك وشتموك واتهموك بالسحر وبالجنون وبالشعر، هؤلاء قد قتلتهم في بدر، مثل بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم، فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. هذه النقطة أتمنى أن تقفوا عندها، يعني أن تتوكل على الله لتؤذي الناس، لتأخذ ما عندهم، لتنال شيئا ليس لك، هذا شيء مستحيل. إذا كان بعض البشر يحابون أتباعهم على باطل، فهذا ليس من صفات الله عز وجل. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. بالدين محاباة ما في أبدا، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم من تراب، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا. يا سعد سيدنا عمر، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله. ما في إنسان، ما في صحابي قال له النبي الكريم فداك أبي وأمي إلا سيدنا سعد، قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان إذا دخل سعد يقول هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. هل بعد هذه المحبة محبة؟ هل بعد هذا الإيثار إيثار؟ هل بعد هذا التكريم تكريم؟ ومع ذلك سيدنا عمر الذي عرف الله عز وجل قال يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله. فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذه المعاني تبث الطمأنينة في النفس. أخي أنا منسوب، قال عليه الصلاة والسلام أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. سلمان منا آل البيت، سلمان الفارسي، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. عم رسول الله سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. إذن هذا الكلام كله تمهيد لهذه الآية، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذا كنت على الحق فتوكل على الله، وإن كنت على خلاف الحق فإن توكلت أو لم تتوكل لن يكون الله معك. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. معية الله مشروطة، ما في معية مطلقة، معيته مشروطة، إن فعلتم كذا وكذا وكذا فأنا معكم وإلا فلا.
فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فيا أيها الإخوة الأكارم، اجهدوا أن تكونوا على الحق المبين في بيعك وشراءك، كن على الحق، ما في غش، ما في تدليس، ما في غدر، ما في استغلال جهل الشاري. غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل حرام. في علاقتك بزوجتك لا تكون ظالم، إذا كنت على الحق المبين فتوكل على الله. في أي حركاتك، في أي حركة، في أي نشاط، في أي تصرف، كن على الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والإنسان أحيانا بيكون له صاحب وثيق الصلة به، وهذا الصاحب له شأن كبير في المجتمع، هذا الصاحب يدخل على قلبه الطمأنينة، يقول لك أنا فلان صاحبي، فلان هاتف بس هاتف، تنحل أعسر قضية. فإذا مات هذا الإنسان ماذا تفعل؟ ربنا عز وجل قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. هؤلاء يموتون، قد يموت قبل أن يعطيك ما وعدك به، قد تعلق على صحبته آمالا عريضة فيموت بحادث. أين آمالك؟ ضاعت مع هذا الحادث. قد تعلق عليه يعني أحلام، وعدني بهذا المنصب، وعدني بهذه الأرض، وعدني بموافقته على سفري، فإذا مات فجأة أين هذه الوعود؟ لكن اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وسبح بحمده. الآية الأخيرة في التوكل فإذا عزمت فتوكل على الله، معنى ذلك أن كل عمل في الأرض لا ينجح إلا بشرطين: أن تأخذ بالأسباب التي رسمها الله عز وجل، وأن تتوكل على الله عز وجل. الذي يحدث أن هناك من يأخذ بالأسباب بكل طاقته ولكنه لا يتوكل فيخفق، وهناك من يتوكل ولا يأخذ بالأسباب فيخفق. إذن الأخذ بالأسباب والتوكل كلاهما شرط لازم غير كاف. خذ بالأسباب وتوكل على الله. لذلك فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا الطبيب، المحامي، المهندس، المدرس، البائع، التاجر، الصانع، قبل أن تقول خططت وأتقنت ودرست السوق ودرست الأسعار والمواد، قل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. قبل أن تقول أنا، أعلن افتقارك إلى الله عز وجل حتى تستحق المعونة، لأنه من اتكل على نفسه أوكله الله إياها، من اتكل على نفسه أوكله الله إياها. ومن شؤم العبد أن يعتد بنفسه فيكله الله إليها، وإن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، لأنهم متوكلون. والحمد لله رب العالمين.